أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. هذه الأهداف اللي نختارها لكم في حقة مختلفة عن عمر الرياضة الكويتية الخليجية الأسيوية، نسعى أن تكون إن شاء الله مادة دسمة تشاهدونها بشكل يومي من خلال طاقم العمل. إن شاء الله نقدم الأهداف اللي تبونها إن شاء الله، وكل الأهداف اللي طلبتوها سنعرضها لكم الحلقة هذه وأيضا الحلقات القادمة. في 4/12/2003 الكويت والفيصلي الأردني، وذاك الوقت الكويت فريق مرعب، نجومية كبيرة كانت باللاعبين، خصوصا اللاعبين الأجانب في تلك المرحلة. يعني كان فريق يمتع ناظريك باللاعبين بالنجومية الكبيرة التي كانت موجودة مع فريق نادي الكويت في تلك المرحلة. أنا أتحدث عن 2003-2004، فلعب أمام الفيصل الأردني. الفيصل الأردني كما تعرفون من الفرق المميزة في الكرة الأردنية. نشوف الأبيض شو نسوي، يشيلها هيثم شبول. هيثم شبول دولي ايضا معروف، شوف انطلاقاته وكره سريعه الى دينيس البرازيلي. اذا هجمه بهجمه الان وهجمه لنادي الكويت. دينيس حاول يمر وراح يشوت، الله، راح يشوت وشاط وياب جول. جول في الدقيقه 6. دينيس اللي سجل هدفين على الرفاع البحريني يفتتح الاهداف في دقيقة 6. ياه، ورقصة على راحتهم، فرحة، من حقه يفرح، من حقه يفرح. والرقصة ما بين أحمد الصبيح ودينيس، شوف 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 لما مر، شوف مر بشكل حلو واخذها بيسارة، عدلها اليمينة وبيمينة غوية على يمين حارس مرمى نادي الفيصلي لؤي عمارة، لؤي العمايرة. الحقيقة هدف أول مبكر يشعل المباراة، هدف أول مبكر يشعل المباراة. أكثر من كاميرا تعطيك الهدف الحلو لنادي الآخر. يقول بيسجل ولا لا؟ وعدنان عوض، عدنان عوض، ركلة جزاء فيصل الأردني، عدنان عوض، شوت، جول، جول عدنان عوض. حلوة، 1-1، مباراة حلوة. إحنا نبي مباراة حلوة، نبي مباراة مفتوحة، نبي للأداء الراغي دائما. والدوري هو دوري أبطال كل العرب عزيزي المشاهد الكريم، معناها نحتاج إلى وجوه من هالشباب اللي في أنديتنا العربية تقدم لنا عرض طيب وكرة عربية نتمنى أن يكون فيها لعيبة كبار. جيت ليزار، كرة نقولها نادي الكويت، لعبة عرضية ويشيلها الدفاع الفيصل الأردني، ترجع مرة ثانية ويشوت، جول، جول، جول. أوليفيرا، أليساندرو أوليفيرا، أليساندرو أوليفيرا في الدقيقة 13. أيضا ريحهم 3 دقائق. شنو مشكلة 3 دقائق؟ في سر اليوم في المباراة، في سر في المباراة 3 دقائق. والجول حلو 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 حلو، أيضا جول حلو لنادي الكويت. إذن 2-1 كويت، الكويتي 2 والفيصلي الأردني 1. في الدقيقة 9 سجل هدف التعادل، وفي الدقيقة يعني نقول 13-4 دقائق راح يلعب ركلة الجزاء، ركلة جزاء، دينيس، جول، جول دينيس في الدقيقة 44. دينيس يدشن مرمى الفيصلي الأردني بالهدف الثاني له شخصيا والثالث لنادي الكويت. اذا الكويت 3، الكويت 3 والفيصل الاردني، الفيصل الاردني 1. ركلتي جزاء في المباراه، وهذه هي الركله الثانيه، ويسجل منها بنفس مقطوعه. اليساندرو اوليفيرا لعب له كره سريعه، فرج لهيب، فرج لهيب، والجول، جول، فرج لهيب يلهب الشوط الثاني بهدف رابع في الدقيقة 24. إذن فرج لهيب يعود لجو المباراة، وبعد غيبة طويلة مع ناديه والمنتخب الوطني، ويسجل هدف في دوري أبطال كل العرب في الدقيقة 24.
من شوط المباراة الثاني. إذن فرج لهيب، فرج لهيب شوف شوف الكرة اللي حطها بالثقة يوعن، لا لاعب دولي وكبير، وشوف أكثر من زاوية يعطيك، شكرا. شوف يا سلام، هدف حلو لنادي الكويت الكويتي. ملعوبة حسين حاكم، دينيس دينيس دينيس، وشوت ختامها مسك لدينيس، ختامها مسك لدينيس، وهاتريك هاتريك، ثلاث أهداف لهذا البرازيلي يتصدر فيها هدافين دوري أبطال العرب. كان عنده أربع أهداف وهذا هدف وقول حلو ويشكر ربه، وهدف حلو الحقيقة دينيس، الهاتريك ليه وعلى قوتها راحت تمشي على راحتها، على قوتها راحت تمشي على راحتها. هدف خامس لنادي الكويت في مرمى الفيصل الأردني في الدقيقة 48، في الدقيقة 48 من شوط المباراة الثاني. خمس أهداف، خمس أهداف مقابلها، شوف الجول، شوف الجول، تسديدة الحقيقة قوية جدا، ما قدر فيها يعمل أي شيء لو أي العمايرة. نهائي كأس الأمير أمير البلاد حفظ الله ورعاه عام 2000 العربي والتضامن، والتضامن عام 2000 كان فريق زينة، نجومية كبيرة كانت في تلك المرحلة، كان عبد الله وبران، كان فهد كميل، كان مجموعة حقيقة من اللاعبين المميزين في تلك المرحلة، وانتعثر فريق التضامن خلال السنوات الأخيرة، لكن يبقى أيضا اسم لما نذكر التضامن ما يمكن ننسى فتحي كميل على سبيل المثال. دعونا نتوقف العربي والتضامن. أحمد فاول للعربي، فاول من مسافة، وأحمد موسى قوية بالجول، قوية بالجول، مو معقولة من هذه المسافة صاروخية، أحمد موسى يقول الأسرة، هدية للأسرة عسى الله يردهم سالمين، حلوة الحركة منك يا أحمد موسى أيضا للأسرة. جول، جول حلو للعربي من أحمد موسى، هدف الأسير، هذا الهدف هدف الأسير، كرة حلوة من أحمد موسى من كرة ثابتة من هذه المسافة البعيدة يعني صاروخية، بتسجيل التعادل 48 الآن بالفرصة الأخيرة وتنحط الفرصة الأخيرة. هادي ضحوي، هادي ضحوي، مو معقولة في الدقيقة 48 بالضبط، الدقيقة 48 مو معقولة، ثلاث ثواني 48 وثلاث ثواني، يستطيع هادي ضحوي أن يؤجل اللقاء إلى الإضافة الأول، إلى الإضافة الأول، هادي ضحوي، هادي ضحوي، شوف محمد شليمي اللي رفعها وأخطأ، محمد أديلم ما غطى، شوف محمد أديلم تركه وهني تركوها مدافعين العربي وحارس المرمى. فاول ملعوبة داخل منطقة 18، محمد أديلم يلعبها على طول، الذهبي، الذهبي أديلم، الذهبي أديلم، أديلم صوى اللي عليه وصالح جماهيره بهدف أديلم بعد ما كان خطأ أديلم، ما أحمد جاسم اللي أنقذ مرمى، محمد أديلم، وألف مبروك للعربي، وهذه الإعادة من محمد أديلم يصالح جماهيره بهدف الذهبي. شوف على طول متقدم محمد عبد الصاحب، وسجل محمد أديلم الهدف الذهبي، سجل سجل، شوف شوف هذه الإعادة، الإعادة هذه الإعادة الهدف. حبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا، إن شاء الله استمتعتوا في حلقة اليوم بعرض مجموعة من الأهداف، باكر إن شاء الله لنا موعد جديد، فالكم طيب اليوم ودوم، مع السلامة.